السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. استغرق عبد الواحد بوعود 5 أعوام قبل ان يعرف حقيقة ذاك الذي كان يعده صديقا وفيا. يذكر انه التقاه ذات صباح من اكتوبر من العام 2005 في ساحة افريقيا بمدينة سبتة، وكان قد افترق قبل نحو 20 عاما من ذلك التاريخ. ما كان يحتفظ به عبد الواحد عن صديق الطفولة إدريس أنه كان هادئا مسالما، لم يكن متميزا في دراسته، وكان في مجموعة الذين يحرزون نتائج متوسطة لا تجلب عليهم غضب المعلم ولا نقمة كبيرة في البيت. كان إدريس الابن الأكبر لرجل يعمل في مرسى المضيق، ولعله كان يتوق إلى أن يفلح إدريس في الدراسة فيحصل على وظيفة محترمة ويعينه على أعباء الأسرة التي تتكون فضلا عن الأب والأم من ولدين وأربع بنات، عن رجال كثيرين مثله. ولكن إدريس لم يفلح في الدراسة، تعثر مرتين في القسم الأخير من التعليم الابتدائي، فقرر والده أن يدفع به إلى تعلم حرفة أو صنعة. ولم يكن الرجل ليختلف في ذلك عن رجال كثيرين. في المضيق المرسى وجهة يأمها كثيرون يبحثون عن عمل في قارب من قوارب الصيد أو مطعم من تلك المطاعم التي اختصت في تقديم سمك السردين المشوي في أطباق يزينها بصل مفروم. كان إدريس في 13 في العام 83-900 لما اختفى عن الحي. علم أطرابه ومنهم عبد الواحد أنه انقطع عن الدراسة وأنه يعمل على ظهر قارب في المرسى، ثم انقطعت أخباره. مع توالي السنين الذين كانوا أطفالا صاروا شبانا، منهم الذين تزوجوا وأنجبوا، ومنهم الذين واصلوا الدراسة وحصلوا على وظيفة، ومنهم من غادر إلى إسبانيا لإتمام الدراسة ولم يعد. ليس في ذلك ما يجعلهم يختلفون عن شبان آخرين مثلهم في مدن أخرى. في العام 87-900 استقر في سبتة، حيث كان لعمه دكان لبيع الدجاج المذبوح. كان في 17، وكم يود لو أن عقارب الزمن لم تتحرك وأن العمر لم يتقدم به. أمضى في دكان عمه 2، ولقد أسر لكثيرين بأنه لم يكن يدفع له أجرا معقولا، وأنه ربما كان يحتسب في الأجرة ذاك الفراش الذي كان قد وفره له في غرفة لا نافذة لها في منزله بحي البرينسيبي. في محل العم تعرف إلى ماريا كارمن الشقراء، كانت في مثل سنه وكانت تأتي إلى الدكان في الأسبوع. وقع في حبها، ويظن أنها كانت قد وقعت في حبه. يذكر يوم تواعد على اللقاء للمرة الأولى، يذكر أنه ارتدى من ملابسه تلك التي يعدها الأجمل، وتعطر بعطر لا يخفى نوعه على أحد. تحدثت ماريا كارمن عن والدتها، كانت تعيشان وحيدتين في شقة لها شرفة تطل على الميناء، وتحدث هو عن عمله مع عمه وعن أيام الطفولة في المضيق. لم يكن في حديثهما شيء عن الحب الذي يتبادلانه في صمت، لعله الخجل منعهما من البوح. بعد عدة لقاءات فكت عقد لسانيهما. كان عم عبد الواحد يبدي معارضة شديدة لما يقبل عليه ابن أخيه، وقد اتخذ من موقفه ذاك مدخلا لقرار لم يفاجئه، إذ طرده من البيت ومن العمل. لم تكن والدة ماريا كارمن متحمسة لعلاقة ابنتها بعبد الواحد، ولم تكن تتقبل أن يأتي إلى المنزل إلا حرصا على سعادة ابنتها الوحيدة. تتولى السيدة ليزا تدبير مطعم ورثته عن زوجها الذي توفي قبل 7 سنين، ولما صار عاطلا كان عبد الواحد يمضي بعض الوقت في مساعدتها، وخاصة في نهايات الأسابيع. في العام 90 تزوج رسميا من ماريا كارمن، وكان قد اتفق على أن يتفرغ لتدبير المطعم الذي لا يبعد كثيرا عن ساحة إفريقيا. لم يعد عبد الواحد يلتقي أفراد عائلته إلا نادرا، وتوقف عن زيارة المضيق، إذ كان يرى أنهم وقفوا ضد زواجه
من تلك الشابة الإسبانية. في العام 2005 ذات صباح من أكتوبر، بينما كان عبد الواحد بعود في ساحة إفريقيا في الطريق إلى المطعم، سمع صوتا يناديه باسمه. التفت فوقع بصره على رجل له بطن منتفخ، لم تعني له ملامحه شيئا، تحت أنفه شارب كبير. ألم تعرفني؟ سأل الرجل. كان عبد الواحد واقفا ينظر إليه بتمعن. لا يا سيدي، أنا لم أعرفك، وهل تعرفني أنت؟ نعم، أنا لم أنساك حتى بعد كل هذه السنوات. ألا تذكر إدريس؟ إدريس من؟ ولد البحار. ما أن نطق بذلك حتى أحس عبد الواحد بذاكرته تعود عقدين من الزمن إلى الوراء. تذكرتك، ولكنك تغيرت. تقدم نحوه، صافحه، ثم عانقه. نظر إدريس مليا إلى وجه عبد الواحد. أنت أيضا تغيرت كثيرا. لم يرد عبد الواحد واكتفى بابتسامة. كان أكثر ما رفع عبد الواحد صوته الذي صار جهوريا بشكل لا يتناسب تماما مع هيئته. لم يبح له إدريس بتلك الملاحظة، كما أنه هو لم يبح لصاحبه القديم بأن هيئته تغيرت 20 عاما بعد لقائهما الأخير هناك في المضيق. سأله إن كان لا يزال يعمل في المرسى. ضحك الرجل حتى ظهرت أضراسه، وشعر عبد الواحد بأنه ما كان له أن يسأله ذاك السؤال. لم يجد من مخرج إلا أن انخرط معه في ضحكته تلك. كان يتقدمان في اتجاه المطعم. لم يكن عبد الواحد قد كلمه عنه بعد. من بعيد ظهرت ماريا كارمن واقفة في باب المطعم. ابتسمت، ولما اقترب قالت له: لا تخفى علي ضحكتك. عانقها. كان إدريس متخلفا عنه ببضع خطوات. لما التفت إليه بدا وقد تذكر أنه نسي أن يمه لها. هذا إدريس صديقي. مرحبا، تشرفت بمعرفتك. إنه صديق الطفولة، هو أيضا من الرينكون، وهو اسم المضيق. ابتسمت ماريا كارمن بينما واصل عبد الواحد ضاحكا. لما كان صغيرا لم يكن بهذا الحجم. بعد 20 عاما وجدته مختلفا تماما، وسيكون عليه أن يحكي لي عن الذي حدث له خلال تلك السنوات حتى صار هكذا. لم يكد يكمل حتى انخرط من جديد في ضحكة مدوية شاركه فيها إدريس الذي تمطط شاربه الكث. دخل المطعم. في العمق ظهرت امرأة بشعرها بياض، نظارتاها تلمعان. تقدم نحوها عبد الواحد يتبعه إدريس، يتقدمه بطنه المنتفخ. هذا إدريس صديق طفولتي. أولا، قالت المرأة وهي تنظر إليه بعين متفحصة. جلس إلى طاولة في زاوية المطعم. خلفهما ممر ضيق ولكنه غير عميق يفضي إلى دورة المياه. لسبب لا يعلمه تعلق نظر إدريس بالرسمين اللذين يبينان المكان الخاص بالرجال وذاك الخاص بالسيدات. ثم ما لبث أن عاد إلى صاحبه. قل لي، قال عبد الواحد، أين كنت طول هذه المدة؟ هي حكاية طويلة يا صديقي. أنا آخر عهدي بك لما قلت لي إن والدك اصطحبك إلى المرسى للعمل في مطعم هناك. نظر إليه وابتسم. اكتشف عبد الواحد أن شاربه الكث يخفي ندبا في شفته العليا وكسرا في سن أمامي. لم يرد أن يسأله فقد يحدثه عن السبب في ذلك. قال له: لم أمضي في مرسى الرينكون سوى فترة قصيرة لم تتجاوز السنة الواحدة. بعد ذلك رحلت إلى إسبانيا وبقيت 8 أعوام في مالقا. ثم أتيحت لي الفرصة وسافرت إلى أمريكا. أمريكا؟ تساءل عبد الواحد متعجبا. نعم، أمريكا. لم يصدق عبد الواحد أن يتمكن ابن البحار من السفر إلى أمريكا. ومنذ متى وأنت هناك؟ منذ ما يقرب من 10 أعوام، وقد عدت إلى إسبانيا سائحا. أولم تذهب إلى المضيق؟ لا، لم يعد هناك أحد من عائلتي، والداي توفيا. لم يدعه يكمل. أنا آسف أخي إدريس، لم أعلم بوفاتهما. حدث ذلك قبل 6 أعوام. قل لي، وهل ستعود إلى أمريكا؟ نعم، ولكن أوراقي سرقت مني
بينما كنت في جولة بملقى، وإنك تعلم التعقيدات التي تحيط تجديد الوثائق. نعم، هل اتصلت بالسفارة في مدريد؟ ليس بعد. في الحقيقة لما علمت أنك تقيم في سبتة جئت لأطلب مساعدتك. إذا استطعت أن أساعدك فلن أتردد في ذلك. ابتسم، بدا محرجا، ولكنه في حكاياته عن مقامه في أمريكا لم يكن مقنعا تماما. ذلك ما ظنه عبد الواحد. ترسخت لدى عبد الواحد بعود قناعة تامة بأن ما حكاه صاحبه عن هجرته إلى أمريكا يشوبه الكثير من الكذب. مساء ذلك اليوم الذي التقاه أعطاه مفتاح شقة كان يحتفظ بها منذ ما قبل زواجه من ماريا كارمن. كانت شقة صغيرة في سطح منزل بزنقة قرطبة. رافقه إلى تلك الشقة بعد أن تناول وجبة العشاء في المطعم. وقد لاحظ عبد الواحد أن صديق الطفولة ابن البحار صار مستهلكا كبيرا للجع والنبيذ. كان قد ظن لما التقاه أن بطنه المنتفخ ما هو إلا علامة على استهلاك كبير للجع. قال لنفسه وهما على مائدة العشاء إن ظنه ذاك قد صدق. لما وصل زنقة قرطبة قال له عبد الواحد إنه سيسكنه في تلك الشقة مؤقتا إلى أن يفائقه. شكره إدريس بإسبانية لم تخل من لكنة، ولعله قدر أن كلمات الشكر ليست كافية فعانقه. دخل إلى الشقة التي تتكون من غرفة وحيدة وحمام ومطبخ صغير. لم يكن ينقصها من التجهيز أي شيء، في الدولاب ملابس وغطاء. لم يبق معه عبد الواحد سوى دقائق ثم نزل. الساعة تقترب من العاشرة ليلا، عليه أن يسرع الخطوة إلى المطعم حيث تنتظره زوجته ماريا كارمن. لما آويا إلى منزلهما لم يكن لهما ليلتها من حديث إلا عن إدريس. قالت ماريا كارمن إنها وجدته غريبا بعض الشيء، استدركت أنها تقصد أن في تصرفاته ما يشي بالمبالغة. سألها عبد الواحد هل تعنين حديثه عن أمريكا؟ ضحكت، وقبل أن تكمل ضحكتها أضافت ألم أقل لك مرارا إننا خلقنا لنعيش معا؟ ابتسم لها وعانقها، ثم نهض وأقفل باب الشرفة، ثم أطفئ النور. كان عبد الواحد يتوقع أن يأتيه صديقه صباحا وأن يكشف عن طبيعة المساعدة التي ينتظرها منه، يتوقع أن يطلب منه مالا، ولكن إدريس ولد البحار لم يأتي. انتبه عبد الواحد إلى أن الرجل لا يتوفر على هاتف محمول، في كل الحالات لم ير معه هاتفا محمولا. توقع أن يأتي مساء فقد يكون مضى لقضاء أغراض له، ولكنه لم يأتي. مر أسبوع كامل دون أن يظهر له أثر. كان عبد الواحد يتحاشى المضي إلى الشقة التي وضعها رهن إشارته، فقد يفهم صديقه القديم أنه يستعجله الرحيل. صحيح أن تلك الشقة لا تعني ماريا كارمن ولا أمها سينيورا ليزا في شيء، ولكن أن يقيم فيها شخص بذاك الغموض الذي يسم شخصية إدريس قد يكون مجلبة أذى حتما لن تفلت ماريا كارمن من مضاعفاته. وقد لمحت إلى ذلك تلميحا خفيفا قبل بضعة أيام، ولكن عبد الواحد دون أن يبدي غضبا طمأنها بقوله إنه يعرف صاحبه ويعرف من أي معدن هو. بعد ذلك لم يخامر عبد الواحد أدنى شك في أن حماته السينيورا ليزا أدلت بدلوها في هذا الموضوع. لم يكن ذلك مما يزعجه، المرأة في النهاية حريصة على مصلحة ابنتها وسعادتها. بعد 10 أيام في أواخر أكتوبر مضى إلى زنقة قرطبة. كانت لديه نسخة من مفاتيح تلك الشقة. فتح الباب، لم يكن هناك أحد. في المطبخ بقية من ساندويش قدر أن يكون جاء به قبل أكثر من ثلاثة أيام. وعلى الطاولة علب جعة فارغة، كانت 15 علبة، وقرب السرير قنينة نبيذ لم يستهلك منها سوى النصف، بجوارها كأس لم ينظف. يبدو أن إدريس غاب عن تلك الشقة منذ ما لا يقل عن 3 أيام. هل سافر؟ لا يصدق عبد الواحد أن يكون سافر دون أن يخبره ويعيد إليه مفاتيح الشقة.
بدأ القلق يتسرب إلى نفسه. في الطابق الثاني من ذلك المنزل يسكن السيد غونثالو وزوجته ماغدالينا. كانت المرأة قد حكت له يوما عن ابنهما ميغيل الذي هاجر إلى الأرجنتين. فكر في أن يطرق بابهما ليسأل عما إذا كان قد رأيا ضيفه إدريس، ثم تراجع. كان اليوم يوم أحد ولم تكن الساعة قد بلغت العاشرة بعد. لم يرغب في إزعاجهما. لفت انتباهه أن كلبهما روكي الذي تعود أن يسمع نباحه كلما بلغ الطابق الثاني لم ينبح. ربما كان مسافرين. لما بلغ الباب التقى رجلا لم يره من قبل، حياه، وقبل أن يسأله قال الرجل الذي يبدو في 60 أو يزيد إنه سكن حديثا بالطابق الأرضي من ذلك المنزل. رد عبد الواحد بأنه يستأجر الشقة التي في الطابق الثالث منذ سنين، وإنه لم يعد يسكنها ويحتفظ بها ليستقبل فيها ضيوفه. قبل أن ينصرف قال الرجل إن اسمه مانويل دي لامانسانا. مضى إلى المطعم يعلم أن الأحد يوم يتميز عن باقي الأيام، يكثر الزبناء في وقت الغذاء. وقد فاجأه أحد المستخدمين بأن رجلا جاء يسأل عنه، وإنه قال إنه سيعود قبل منتصف النهار. الأوصاف التي قدمها المستخدم لا تنطبق البتة على إدريس، ما عليه إلا الانتظار. كانت ماريا كارمن قد التحقت بالمطعم لما وقف بالباب رجل ما أن رآه حتى عرفه. هو عمه الذي أقام عنده واشتغل معه لما وفد على سبتة. وبالرغم من أنه لم يره منذ سنوات إلا أنه لاحظ سريعا أنه لم يتغير كثيرا. قبل أن ينطق بكلمة عانقه بحرارة ولم يتمالك دمعه، وللمرة الأولى في حياته رأى عمه يبكي. أجلسه عند طاولة في مدخل المطعم. جاء النادل بقنينة ماء، طلب منه إن كان يرغب في أكل أو شراب، ولكن الرجل رد شاكرا. كان عبد الواحد يعلم أنه لن يلبث أن يصدع بما جاء به. قال الرجل وهو يمسح ما بقي من دمع في عينيه: أعلم أنك تتساءل عما جاء بي. مرحبا بك يا عمي في كل وقت تشاء. بارك الله فيك. ما جاء بي أن والدك مريض ويرغب في رؤيتك. وأمي بخير، ما ينقصها إلا غيابك، غيابك الذي طال. علم عبد الواحد من عمه أن والده يوجد في مصحة خاصة بتطوان. نهض العم مودعا، قال له: هل تعرف زوجتي؟ لا. ناداها: ماريا تعالي. جاءت مبتسمة: هذا عمي عبد الله. مرحبا سيدي، هذه زوجتي ماريا كارمن، تشرفت بمعرفتك. كان يتحدث الإسبانية بطلاقة. لم يلبث الرجل أن غادر. قالت ماريا كارمن إنها كانت تراه في الدكان حين كان يباشر عمله بنفسه. ابتسمت، أضافت: وحيث عرفتك حبيبي. قرر عبد الواحد الذهاب إلى المضيق مساء ذلك اليوم. قال لماريا إن والده مريض وإنه يتعين عليه أن يكون إلى جانبه. طمأنته بأنها ستتولى شؤون المطعم. مساء ذلك الأحد 30 من أكتوبر من العام 2005، بعد غياب استمر سنوات طويلة، وقف عبد الواحد بباب منزل عائلته في المضيق. كاد يغمى عليها أمه لما فتحت الباب ووجدته أمامها. كان مصمما على تفادي كل انفعال مبالغ فيه. ما يهمه الآن أن يطمئن على صحة والده. قالت له أمه إنه في المصحة بتطوان حيث يعالج من جلطة دماغية. قالت إن الطبيب متفائل من أنه سيتعافى. أركب أمه وانطلق إلى تطوان. كان نائما لما دخل عليه غرفته. لاحظ بسرعة التغيير الذي طرأ على ملامح والده. يبدو أنه عانى ويعاني. كان العناق حارا لما أفاق. بقي معه حتى ساعة ذاك المساء. تحادث مع أمه مطولا، ثم ليس يدري كيف أتى على ذكر إدريس صديق الطفولة ابن البحار. لم تخطئ نظراته الانفعال الذي ظهر على ملامح أمه لما ذكره. قاطعته: هل أدخلت الشيطان إلى منزلك؟ لما يا أمي؟ لماذا تقولين عنه إنه شيطان؟ ألم تعلم؟
ماذا؟ ألم تعلم أنه قتل والديه وهرب إلى سبتة؟ لم يجد كلمات يعلق بها، ظل صامتا ثم سألها: ومن قال لك إنه قتل والديه؟ لقد قال لي إنه هاجر إلى إسبانيا ومنها إلى أمريكا، حيث أمضى 10 سنوات أو ما يقرب من ذلك. يكذب، قالت الأم، لم يسافر ولم يهاجر، ظل طوال كل السنين الماضية هنا. متى حدث ذلك؟ قبل 3 أو 4 أشهر. 4 أشهر. أمضى عبد الواحد في المضيق 3 أيام ثم عاد إلى سبتة. ما سمعه من أمه يدعو إلى القلق، إن الذي يأويه في شقته بزنقة قرطبة سفاح. ما أن سلم على زوجته حتى انطلق إلى ذلك السكن. في الطابق الثاني سمع نباح روكي، فتح الباب فجاءته رائحة غريبة. في الحمام اكتشفه، كان معلقا بحبل ربطه إلى السقف. جحظت عيناه وتدلى لسانه، سيعلم أنه انتحر قبل يومين. استضافته تلك جرت عليه متاعب لم تنتهي سوى 2 بعد الوقائع. في المضيق أخبره أناس يعرفهم بأن ولد البحار كان قد تحول إلى مروج للمخدرات، وإنه أفلس كما أفلس من قبل كثيرون من أمثاله. حينئذ صار يتقدم بهما العمر، ولما لم يعد لديهما ما يعطيانه خنقهما حتى الموت، ثم هرب إلى سبتة متسللاً.